انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الدولي الثامن بحضور جمع كبير من طلاب الجامعات والمدارس وبمشاركة وفود جاءوا من 32 دولة. اليوم الثاني للمؤتمر افتتح بحلقة نقاشية قدمها تود هيوستن الخبير في صنع النجاح أمام الطلاب الذين تفاعلوا معه حول كيفية صنع النجاح وآلية التغلب على الصعوبات التي قد تقف أمام تحقيقه. عندما تضع لنفسك هدفا وتشغل ذاتك بتحقيقه، عندها لا شيء يثنيك عن المضي نحو وجهة النجاح نهايتها. فكم من معتل لم تخر قواه من أجل إثبات ثبات إرادته، وكم من صحيح لم يقوى الوصول إلى الخط الذي يعلن نقطة تحقيق المراد رغم توفر ما لديه من إمكانات كانت قد تسهل المهمة عليه، إلا أنه نأى بنفسه المتجردة من أي عزيمة لتواجه مصير الخذلان المحتوم. النماذج القصص الموجودة هي قصص محفزة جدا، وكلهم شباب حققوا نجاح قبل عمر 30، فهذه أكبر حافز للشباب وأكبر دافع، وممكن يعطيهم الكثير من الطموح، يعني أنهم يقدرون يحققون اللي يبونه، ولكن كل شيء يبي له صبر ويبي له عزيمة. هو الله عطانا نعمة الصحة والعافية، فإحنا لازم نحاول نقدر نسوي كل اللي المفروض نسوي، فما بالك إذا ناخذ خبرات من أشخاص عانوا أو ما قدروا، إذا هو قدر يسوي ليش أنا ما أقدر؟ مو إنه هو أقل مني، بالعكس، بس هو واجه صعوبات يمكن أنا ما أواجه نفس الصعوبات اللي هو قاعد يواجهها، فأنا المفروض الموضوع يكون أسهل لي. صنع النجاح لن يكون سهلا وفي متناول يد من فشلوا في اختيار الأدوات. الأدوات جزء هام من عملية قطف الوفير من الثمار وضمان جودتها وروعة مذاقها. نقاط صنع النجاح تتمثل في قوة القلب ونضوج الفكر. لديك العديد من العناصر التي تساعدك على ملامسة النجاح ورؤية الهدف الحياتي الذي تعيش من أجله. لكي تصنع النجاح عليك أن تضع نفسك في خانة الناجحين الذين أحدثوا أثرا جميلا وأصبحوا أنموذجا يحتذى به داخل محيطهم. بالاجتهاد والدراسة والتفوق ويعني المشاركة في عدة مؤتمرات مجالات تعلم من خبرات الناس، نفس ما عندنا الحين الفرصة ان احنا قاعد ناخذ خبرات واشياء من ناس انترناشونال. اذا غفلت عن الاستعانة بلغة الاقدام عندها تجد وقد تخلفت عن محطة الحلول ليركسك التباطؤ حينها، لتصبح غير مدرك بتصويب وضعك المتأخر الذي امسيت عليه، لذا يتوجب إعادة ترتيب الأوراق. كل واحد بيكون في عنده هدف في حياته أو عدة أهداف. النجاح مش أنك أنت توصل لهذا الهدف، لأنه الوصول بيعني أنه أنت انتهيت. النجاح بيعني أنه أنت دائما تسعى أنه تحسن من حالك، تحسن أنه حتى كل مرحلة أنت بتوصلها، عند كل مرحلة بدك تجدد هاي الأهداف. فعلا صنع النجاح هو ليس بالأمر السهل، ومو بكل شخص في هذا العالم ممكن أنه يصنع نجاح. النجاح يحتاج إلى مقومات عديدة، يحتاج إلى شخصية قوية، يحتاج إلى حكومة رشيدة ترشد أي مواطن في أي دولة أنه يكون ناجح وتساعد على تحقيق آماله وطموحاته. تحتاج أسرة، تحتاج الكثير من الإصرار والتحدي إذا ما كانت متوفرة لك المقومات، والأهم من كل هذا أنه تحتاج شخصية قوية قادرة على التحدي عشان توصل للنجاح اللي تحتاجه. تذوق الفلاح نشوة نصر يشعر بها من أتعبهم البحث عنه ولم يلقوا بالا لحجم الخسائر التي يمكن أن يعايشها سبيلهم. لتلفزيون البحرين، محمد الشهدات.